احتضن ملعب مبارك بوسيف بعين تيموشنت مباراة القمة بين شباب عين تيموشنت ورائد القبة في إطار الجولة 22 من البطولة الوطنية للقسم الثاني. الحمد لله والحق لله نتيجة إيجابية اليوم والخصم كان سهل الحمد لله. هذا هو الأحق روافوا الحمد لله يا رب. التصفيقات اللي رانا متصدرين مع المتصدر مولودية بيض اللي الحمد لله احنا كان يهمنا اللقاء تاعنا. الحمد لله احنا بينا باللي الفريق تاعنا راه في نسق تصاعدي تحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله باذن الله. بقينا في المقابلات على شكل نهائي ان شاء الله. احنا ما نتفهموا على الفرق اللي لا تربح ولا ما تربحش اللي راه ينافسونا، نتفهموا المقابله تاعنا ان شاء الله مقابله بمقابله وان شاء الله نحققوا الهدف اللي فطرناه وهو الصعود من بطوله القسم الاول. مباراة عادية داخل الديار الحمد لله ربحناها سيبري. النقاط كانت مهمة بالنسبة لينا، حنا رانا نجروها ماتش بار ماتش ورانا نسمعوا التوصيات تاع المدرب معانا ونشكروا الجمهور اللي ساندنا مالغري كانت المباراة ويكلو ساندنا بقوة وإن شاء الله في نهاية المطاف نفرحوا بها. انتهت المباراة بفوز شباب عين تيموشنت بهدفين لهدف واحد لرائد القبة ليتصدر شباب عين تيموشنت المجموعة ويسير بخطى ثابتة نحو الصعود.